بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله راح نكمل بحل أسئلة الإكسرسايز 1. حلينا السؤال الثاني اللي هو ننشئ تيبل جديد معتمدا على تيبل موجود بأخذ صفاته من كولوم وداتا تايب وسايز. وهسه بدنا نكمل في حل الأسئلة. السؤال الثالث بيحكي write query to change the size of column imp no from number 4 to number 6. يعني بدنا نزيد السايز هذا اللي جوا نمبر من 4 ل 6. ايش يعني 4؟ يعني هو باخذ 4 ديجيت بده يصير ياخذ ايش 6 ديجيت. هسه هون الكومنت كمان حليناه في الشروحات السابقه. ايش بنحكي؟ alter table employee modify ايش اسم الكولوم اللي بدي اعدله imp no، نحط نفس الداتا تايب اللي هو نمبر. حكينا كل كولوم له اسم وداتا تايب وسايز، بدل ما نحط تكون 4 بنخليها ايش 6. زي ما انتم شايفين تيبل التر، لو تاكدنا من الديسكرايب راح نشوف انه الامب نو بدل ما كانت 4 هون صارت ايش 6 بعد تنفيذ الكومنت اللي طبقناها قدامكم. السؤال الرابع رايت كويري تو اد نيو كولوم كولد كواليفيكيشن تو امبلوي تيبل. بدنا نضيف كولوم جديد اسمه كواليفيكيشن. طبعا مفروض في الاكسرسايز يحددوا له كمان الداتا تايب والسايز، بس احنا بدنا نفترض اي داتا تايب وسايز بما انه ما حكى بالسؤال. ايش راح نحكي؟ alter table employee، بما حكى لي add new column فانا هون بدي احكي له add، اعطيه اسم الكولوم اللي هو qualification الداتا تايب. بدنا نفترض الداتا تايب بار كار 2، افترضها زي ما بدك، نفترض السايز، افترض اي سايز لها، مثلا نحكي 25، بعدين راح نعمل ايش سيمي كولوم. هيك ضاف عندي هون كم كولوم امب نو اي نيم وجوب وسالري. هسه بعد تنفيذ الديسكرايب راح يصير عندي ايش 5 كولوم اللي هو الكواليفيكيشن اخر واحد. ننتقل على السؤال الخامس رايت كويري تو دروب كولوم جوب فروم اكزيستينج تيبل امبلوي. هيو كولوم الجوب بدنا نحذفه من تيبل الامبلوي، يعني بده يرجع 4 كولوم بعد ما نحذف كولوم الجوب. راح نحكي كله alter تيبل، اسم التيبل اللي هو employee. دايما اوامر الدي دي ال الاشي اللي بتعلق بالالتر نحكي alter تيبل اسم التيبل، drop كلمة كولوم كلمة محجوزة، بنعطيه اسم الكولوم الاسم الصحيح الموجود جوا التيبل اللي هو ايش job. هيك حذف عندي كولوم الجوب من تيبل الامبلوي. نتأكد هيو انحذف كولوم الجوب. ضايل اخر سؤال اللي هو رايت كويري تو دروب اكزيستينج تيبل امبلوي. بدنا نحذف كل تيبل امبلوي، دروب اكزيستينج تيبل امبلوي، تيبل امبلوي كله هذا بدنا نحذفه. شو بنحكي؟ دروب تيبل، نعطي اسم التيبل employee. طبعا اذا نفذنا هذا الامر رح نحذف التيبل كله بالستراكشر تبعه، يعني رح يبطل عنا في تيبل employee داخل اليوزر احنا داخلين فيه، ما رح يصير عنا تيبل employee نهائيا، رح نحذفه من داخل السكيما.
هيك أعطاني تابل دروبت. لو حكيت له describe للإمبلويي مرة ثانية إيش راح يحكي لي؟ object employee doesn't exist، هذا التابل بحكي لي مش موجود لأني أنا حذفته بأمر لدروب. فبدنا ننتبه لما نطبق هذا الأمر في المستقبل أو حاليا، إنه أنا أنو تابل بدي أحذف. التابل بدي أحذفه راح أحذفه إذا كان جواته داتا، كمان راح تنحذف إذا راح ينحذف كل التابل بالمتعلقات أو الأشياء اللي فياته. إن شاء الله يكون شرح الفيديو هذا مفيد لكم ويعطيكم ألف عافية.